السادة المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أمي. النهاردة المطبخ بتاعنا فيه شوية بساطة وسهولة، ولكن الخبرة الطهوية مع التغذية مطلوبة. إزاي أعمل البتنجان ويبقى الطبق ده فيه العناصر الغذائية اللي بيحتاجها الجسم الصغير والكبير ومفيش أي مشكلة صحية؟ البتنجان هنعمله مسقعة النهاردة، ولكن بفكر المغازي إزاي ما أعمل مسقعة من غير ما أحمر البتنجان. هو ده الكلام، هي دي الشطارة، ونعمل له طشة وياخد الطعم وتبقى مسقعة البتنجان بتاعتك محدش بيعملها في العيلة غيرك وبس. معانا مكرونة سباكيت النهاردة هنعملها بالزبادي. كلنا عارفين الزبادي حاجة بتساعد على الهضم، لطيف وجميل، بيعالج مشاكل الحموضة والقولون، ولكن نعمل طبق مكرونة بزبادي وياخد شوية تومة مع شوية نعناع يابس، أكيد الطعم لطيف، وده طبق المفضل على فكرة في وجبة العشاء. تعالوا مع بعض نشوف مع بعض سلطة الخيار. الخيار إن ممكن إحنا نخلي الخيار إن إحنا نعمل طبق سلطة الخيار مع الفتوش، ولكن نعمل سلطة الخيار بالثوم والنعناع، بما إن الخيار كمان مفيد وبيساعد على الهضم وقيمة غذائية عالية جدا وفوائده لا تعد ولا تحصى. أنا مش عايز أطول على حضراتكم لأن عندي تفاصيل كتيرة النهاردة، والخبرة الطهوية بتلعب دور كبير جدا مع الماتيريال بتاعنا، ومش لازم إنك أنت يكون عندك حاجات كتيرة علشان تعملي سفرة، بالعكس الشطارة في إنك تعملي سفرتك تكون فيها العناصر الغذائية اللي بتناسب كل أفراد الأسرة. خلينا ناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل اوعوا تروحوا بعيد. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، وازاي فزوره الشيف النهارده هيحلها مع حضراتكم. احنا عارفين ان البتنجان لازم عشان نعمل طبق مسقعه حلو لازم نحمر البتنجان في قلب الزيت. قبل ما اشتغل في المسقعه انا هعلمك ازاي تشتري البتنجان من عند بتاع الخضار ويبقى طازه وفريش. مشكله البتنجان مش هنلاقي تاريخ الصلاحيه مكتوب على البتنجانيه ولا هندوس عليها، لا البتنجانيه لها علامات كده بتقول لك ان البتنجانيه طازه. هتشتري بقى تعملي مسقعه، تعملي محشي، زي ما انت حابه، لازم يكون طبعا الزهره بتاعته دي خضره ولطيفه بالشكل ده كده، خضار باين. رقم اتنين البتنجانيه بتلمع. رقم ثلاثة لما ندوس عليها بصبعنا ما يعلمش. ايه يا شيف مغازي يعني ما يعلمش؟ يعني البتنجانيه لو بقى لها وقت كبير هتبقى شكل سفنجي هيعلم صباعك عليها، انما طالما هي ماسكه شكلها كده زي الفل هتلاقيها زي الفل. ايه طازه. في حاجه كمان بقى، لما نيجي نقطع البتنجان بالسكينه لازم يكون قلبه ابيض زي الشيف. هو ده الكلام، ما يكونش مبزر من جوه، لان هتعمليه بابا غنوج، هتعمليه متبل، هتعمليه مسقعه، مش كويس البتنجان يكون من جوه ايه قلبه اسود. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ شايف البياض والحلاوه مخرجنا الجميل؟ قلب ابيض دوت. ابو قلب ابيض ده تعال نعمله مع بعض مسقعه النهارده، مقاديرها على الشاشه. بتنجان، طماطم مبشوره، بصل وتوم، بهاراتنا ملح وفلفل وبابريكا. حاجات لطيفه وبسيطه وسهله. ده البتنجان بتاعنا هنعمله ازاي مسقعه من غير ما نقلي البتنجان في قلب الزيت. حلو الكلام؟ تمام. اول حاجه هنشوفها مع بعض. انا البتنجان عشان اكسب وقت البرنامج بتاعنا حطه في الفرن بيستوي. طب خد اللون والحمار ازاي يا مغازي؟ احنا مع بعض اهو نبص عليه مخرجنا كده قبل ما يطلع. ده البتنجان بتاعنا في الفرن. اللهم صل على النبي. معاه شويه فلفل احمر، فلفل اخضر، محمرينهم زي الفل. طبق المسقعه لا يخلو من البتنجان. لازم الخبره الطهويه يا ست الكل، يا امي، يا خالتي، يا عمتي، تلعب دورها معاكي في المطبخ بايا كانت التكلفه. خلي بالك، باخد الزيت اللي انا حطيته لتحمير البتنجان بعمل بيه الطشه بتاعه المسقعه. بهداوه خالص كده. خلي بالك انك تكوني شاطره في المطبخ، مش لازم تروحي بقى تحملي للعربيه حاجات كتيره وفي الاخر يفطر بقسماط وايه وشاي. خدت شويه الزيت الحلوين دول كده، نزلوا معايا زي الفل. هنخلي البتنجان جنبينا هنا كده، وتعالوا نشوفوا ازاي نعمل الطشه اللطيفه بتاعه المسقعه مع الزيت اللي نزل ده كده. شويه توم حلوين معانا، كمان شويه زيت زيتون. يفضل طبعا المسقعه تتعمل بزيت، ما تتعملش بسمنه. ممكن تحطي مكعب زبده للامانه، ده اختياري. حلو، بصلايه كده، ادي التومه الحلوه معانا، طماطم مبشوره. الله الله على الريحه الحلوه، الله على ريحه الطماطم وهي نازله على التومه وهي بتتحمر. الله الله الله، هي دي الريحه. حلو، بزودها شويه ميه من هنا كده.
لما بنيجي نغرف طبق المسقعه على السفره بتاعتنا في مشكله بتواجهنا. ايه هي يا مغازي؟ بتلاقيه مصيص في حاجتين، يا اما نسبك التسبيكه بتاعه الطماطم اللي انا شغال فيها دي كده بعد ما احط عليها البهارات، يا اما في حاجه سريعه كده تبقى انت شاطره في المطبخ وتعمليها، معلقه دقيق او معلقه نشا صغيره كده مع شويه ميه صغيرين بيدوا شخصيه للصلصه بتاعتي. بابريكا وشويه كمون، ملح وفلفل، ايه البساطه وايه السهوله دي يا شيف. تمام، هنقلبهم مع بعض. الملح دايما بيكون بالسالب في الطواجن في الرز عشان طبعا دي ملهاش حل بعد كده. الملح بتاعنا اهو، جوزي معاه مشكلة مع الحموضة، معلقة سكر هنحطها دلوقتي مع صلصة الطماطم. دي الطشة بتاعت المسقعة بحضرها وبجهزها، الطعم هنا في قلب الطاسة. طالما حطينا كده بنحط معلقة سكر صغيرة عشان مشاكل الحموضة، زي الفل. تمام، تاخد غلوة على النار، بنجيب كسرولة ونبدأ إن احنا نرص البتنجان اللي احنا حمرناه من غير ما نحطه في الزيت. بساطة، سهولة، مرونة. حلو قوي يا عم الشيف، بتنجان اهو زي الفل. ايه الحلاوة، وبعدين صحي على فكرة، مش شارب زيت خالص. وادي الفلفل الحار معانا. وعلى فكرة انا شخصيا احب اكل بتنجان وهو متحمر كده فطار الصبح، يعني مع طبق بيض اومليت يا سلام، يبقى احلى فطار. انا بديك افكار كده هتعمليها، ولكن هدف المغازي في البرنامج وهدف المغازي في اي فقره بقدمها ازاي تستفيدي بالعناصر الغذائيه اللي موجوده في الطبق اللي بتعمليه ايا كانت تكلفته من القيمه الغذائيه بتاعته، وتناسب كل افراد الاسره الصغير والكبير. ادي الفلفل بتاعنا، جوزي بيحب الحار في المسقعه اهو، بحطه كده زي الفل، بنلونها بالاحمر ده كده، بيتكلم مصري طبق المسقعه ده. في خفه دمه، في بساطته، في سهولته، في كل حاجه. وادي الباذنجان، اهم حاجه الرصه اللطيفه دي. ومش شارب زيت. وادي المكان محمرت الباذنجان، مخرجنا الجميل الله يوفقك. ببساطه اهو، مفيش بقى زيت، مفيش حاجات اللي احنا عارفينها خالص، ده مهم جدا. هنشيل ده من هنا يا شيف مغاز. يا نعم يا ست الكل، معايا مشكله مع التوم في الصلصه، اعمل ايه؟ هو ده، بص على الحلاوه، بص على الشرشاق. قلب الطاسه في شويه نعناع اخضر. حلو الكلام. النعناع الاخضر ده فيه زيوت طياره لطيفه وجميله، وخاصه النعناع البلدي، يا بتاع النعناع يا منعنع. تعالوا مع بعض نمسح البوتاجاز بتاعنا وناخد الصلصه اللطيفه دي نصبها على طبق المسقعه. كده انت عملت طبق مسقعه واصبحت اشهر بنوته، اشهر ست الكل، تعملي طبق مسقعه في العيله من غير ما تقلي البتنجان في قلب الزيت. هي دي الشطاره، ده الجديد. هناخد الصلصه الحلوه دي كده بعد ما سبكناها مع شويه النعناع الحلوين. يا دلعك يا دلعك، تتكلم مصر. شايف الطبق ده كده؟ والله العظيم لو قدامي ديك رومي ولا اسال فيه ولا عبره، لو قدامي فخده ضاني ولا اسال فيها ولا عبرها خالص. ده عايز شويه عيش بلدي بقى كده وبالف هنا وشفا. هندخلها الفرن، نسيبها بقى في الفرن كده تاخد ايه وقتها وتتسبك. اسرع طبق مسقعه او صينيه مسقعه بتكنيك علمي وخبره طهويه وزي الفل. ولكن ولادنا على السفرة هم ذنبهم ايه؟ يقول لك يا ماما البتنجان والشيف المغازي بيتكلم معاه حق وكده، انا مش بحب البتنجان، فلازم احنا كمان نعمل لهم الاكل اللي يناسبهم. هندخل المسقعة بتاعتنا في الفرن وهنعمل لهم طبق مكرونة بالزبادي. زبادي يعني بروتين حيواني. الله، ايه الصورة الحلوة دي؟ بص على الحلاوة قبل ما اقفل الفرن، بالله عليك، ايه الجمال والدلع ده؟ بيتكلم مصري. طبق المسقعه اللطيف الحلو ده بالخبره الطهويه في قلب زيت. تعالوا نفتح الفرن بتاعنا،
ايه الدلع؟ لا الطبق ده انا عايز اخش الفرن كده، ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ مكانه هنا، اللوكيشن بتاعه هنا. اه لحضراتكم كده الف هنا وشفا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبق مسقعه بيتكلم مصري، فيه تفاصيل كتيره وفيه خبره طهويه. وريني الزيت اللي على وش المسقعه، وريني البتنجان مسود مع ان السواد بتاعه جمال. وريني، انا معاك اهو، هزينه بشويه طماطم شيري كده، اتفلسف بقى ايه المشكله. الطماطم دي موجوده عند الراجل بتاع الخضار او الفكهاني بثلاثه تعريفه، كنا زمان نتصور معاها سيلفي، دلوقتي موجوده الكيلو والله عامل 20 جنيه، حاجه تافهه يعني، بس بتجيبها في المطبخ تزودي زيني بقى الطبق بتاعك، طبق السلطه، حاجات لطيفه كده حلوه بتفتح النفس والاولاد الصغيرين بيحبوها. حلو الكلام. خلص طبق المسقعه يا عم الشيف. وانت جاي يا حبيب قلبي لجوزك، ربنا يخليه لك، لاولادك، لابنك، لمامتك، هاتي معاكي 5 ترغيفه 10 ترغيفه عيش بلدي مع عناصر الشارع. قولوا معايا كده بصوت عالي، استحق ولا لا استحق؟ اكيد تستحق. رؤيه فن ابداع، شوفوا كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه باقل تكلفه. منين يا مغازي؟ من ماسبيرو. We'll be right back.